السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه هنعمل اول حاجه الرز، هنعمله بالبسله والجزر، وهنحط معاه بشر برتقال وكركم وبصل ومكعب مرق وطبعا ملح وفلفل، وهنحط معاه كمان سمنه وشويه زيت. وده هيكون تحت اسياخ فراخ هنعملها، بس بدل ما هنعملها مشويه زي ما احنا متعودين هنعملها مقليه. هناخد بس دلوقتي السمنه اللي احنا عايزينها، طبعا الرز البسمتي منقوع، نحط معلقتين سمنه عشان احنا عندنا كميه رز مش قليله، يعني عندنا 3 معالق، وعندنا خضار وهنحط كمان شوية زيت. معلقتين تقريبا. وعندنا كمان مع الرز معانا كمان الجنزبيل، جنزبيل مبشور. نحط بقى دلوقتي البصل، ونحط بسلة وجزر، طيب هنحط بقى دلوقتي بشر البرتقال والجنزبيل المبشور، هنحطهم مع بعض هنا. وهنحط كمان يعني احنا ممكن نحط مكعب او مكعبين، انا هحط بصراحة مكعبين لان الكمية كبيرة والمكعب بيعزز النكهة، بس طبعا انتوا حرين. ابتدت ريحة البرتقال تطلع، نحط شوية ملح شوية فلفل، وهنحط كركم معلقتين، وهنحط الرز اللي منقوع عندنا. ده الرز اللي هنقدمه مع أسياخ الفراخ المقلية. ناخد بقى المية
هنسوي بقى دلوقتي الرز عادي خالص، بس هيبتدي يغلي ويشرب المية بتاعته، هوطي النار عليه. هنطلع بقى دلوقتي فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. الرز عندنا هنا بيستوي، دلوقتي هنعمل الشيش طاووق المقلي. الشيش طاووق علشان نعمله عايزين نتبله كده شوية. هنتبله بايه بقى؟ هنحط له شوية حاجات هنحطها مع بعض دلوقتي. طبعا عندنا الفراخ متقطعة مكعبات، وعلى فكرة انا لما باجي بعمل شيش طاووق انا بفضل الوراك عن الصدور، لان الوراك تفضل طريه مع الشوي او مع القلي يعني، شويه الصدور بحسها بتنشف. فالنهارده احنا مستعملين صدور، بس انا بقول لكم يعني على حاجه انا بحبها. عندنا ماسترد، وعندنا بودره ثوم، وبودره بصل، وعندنا بهارات إيطالية، ودي موجودة في السوبر ماركت، بتبقى فيها حاجات كتير، فيها ريحان وفيها بقدونس مجفف وفيها زعتر، نكهتها حلوة جدا. وعندنا بابريكا ودقيق وبيض. الوصفة دي ممكن نعملها بطريقتين، ممكن نعملها بدقيق وبيض، أو نعملها ببيض وبقسماط، فاللي يريحكم أكتر اعملوه. احنا هناخد بس دلوقتي البيض اللي عندنا، هناخد بقى الحاجات اللي عايزين نتبل بيها الفراخ بتاعتنا وهنحطهم على بعض. عندنا الماسترد، الماسترد هو هيلملي الحاجات دي كده مع بعض. هنحط تقريبا معلقة من الماسترد، وهنحط شوية ملح وشوية فلفل. وهنحط بودرة ثوم، وهنحط بودرة البصل، وشوية بابريكا، والبهارات الإيطالية اللي كتير بتفرق في الطعم، كتير مش شوية. والحاجات دي على فكرة كلها موجودة في السوبر ماركت، في حاجات كتير بتبقى موجودة في السوبر ماركت وبتبقى أسعارها بسيطة، بنقدر نجيبها عادي، بس احنا ما بنبقاش عارفين عنها. فدايما أنا بحب لما أروح السوبر ماركت أقعد أتجول كده بالراحة، واتفرج على الارفف بالراحه، واروح قسم الصيني واقعد ادعبس وادوس على الحاجات الجديده اللي هم منزلينها. ولو لقيت منتج جديد بالنسبه لي، هو طبعا ممكن يكون موجود من الاول او يعني معروف عندهم وجه جديد مثلا سوبر ماركت هنا، بروح وبفتح الانترنت وبشوف هو بتاع ايه. يعني انا الاول مثلا كنت بعمل التمبورة على ايدي، بقعد اعمل البيض واعمل الدقيق واعمل نشا واعمل واعمل، وبعدين في الاخر لقيت ان في دقيق في السوق بيتباع، دقيق تمبوره، باخده بحط له شويه ميه وبعمل التمبوره، ولا بتغلب ولا اي حاجه. فبحب انا لما اروح السوبر ماركت اقعد ادعبس بين الارفف. طيب هناخد دلوقتي الفراخ اللي عندنا. دلوقتي انا هثبت ايد للحاجات دي، هحطها في البيض، ودي هحطها في الدقيق عشان ما تبقاش ايديا الاثنين مبلولين. فدي هنخليها للحاجات السايله اللي هو هنا كده، طبعا هو يفضل ان احنا نسيب الفراخ في التتبيلة دي شوية حلوين، يعني نسيبها مثلا ساعتين. هشيلها بقى من هنا واحطها في الدقيق،
وبالايد الناشفه هبتدي اغطي حتت الفراخ اللي عندنا. نحطهم في الطبق بالايد، دي ايد للناشف وايد للسوائل. هخلص انا بقى دلوقتي بقيه الكميه اللي عندي دي هعملها كلها، بس خلينا نعمل مع بعض على الاقل سيخ ونحطه في الزيت. في كمان طريقة تانية بس انا ما حبيتهاش قوي، هي ان احنا نحط كل الفراخ في السياخ وبعدين بناخد السيخ نفسه بالفراخ اللي عليه بنحطها في البيض وبعدين في الدقيق، بس انا حسيت الطريقة دي احسن لانها يعني كل حتة فراخ بتاخد حقها من البيض والدقيق اكتر. خلاص كده تمام، ناخد بقى السياخ نحط تقريبا 5 قطع كده في كل واحدة ونشوف اخبار الزيت ايه. كويس، هحطها في الزيت زي ما انتم شايفين كده وهنطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نكون كملنا مع بعض بقية الكمية. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دي السياخ بتاعت الفراخ بتاعتنا المقلية بعد ما قليناها، والرز هنا لسه بيستوي، هنخلي دي بقى ورا شوية لغاية ما نعمل وصفتنا التانية. الوصفة دي بقى صراحة تأليفة بس طلعت جميلة جدا جدا. هي البغاشة بس نكهناها بينسون وبحبة البركة، بس طلع طعمها خرافي، فلازم تعملوها. يعني هي اختلفت تماما، ما بقتش هي البغاشة بتاعتنا، بقت حاجة تانية خالص، لان قطعناها صغير ونكهناها زي ما انتم شايفين. علشان نعملها عايزين 2 كوباية دقيق وبيضتين، وعايزين حبة البركة معلقة كبيرة، وعايزين ينسون حب برضو تقريبا معلقة كبيرة، معلقة ونص كده، وعايزين فانيليا عشان البيض، وعايزين 2 كبار من السمنة. اول حاجة هنعملها دلوقتي ان احنا، وعايزين طبعا شربات. اول حاجة احنا كله هيختلط مع بعضه، بس عايزين الاول نخلط المكونات الجافة مع بعض وبعدين هنحطهم في العجانة. كل هي سهلة قوي لانها 1 1 1 1، يعني 1 كوباية دقيق، معلقة سمنة، بيضة، معلقة يعني كل حاجة واحدة واحدة واحدة. اللي احنا منكهين بيه ده كمان برضو ممكن نحط معلقة معلقة، فهو سهلة لان ما فيهاش اسمات كتير، كل واحد بنضاعف كله مع بعض. هنحط الدقيق اللي حطينا معاه اليانسون وحبة البركة، وهنحط 2 معالق سمنة، و
وهنحط البيضتين والفانيليا. يعني البيض دخل في الفانيليا ما جراش حاجة، هنحطهم مع بعض وهنخلطهم وهنشوف لو احتاجوا مية ولا مش هيحتاجوا مية. خلينا نشوف بقى كده. يعني هي تقريبا ممكن تكون مش هتحتاج مية. يمكن نحط لها بس يعني نتفة نتفة تنتوفة مية، حاجة بسيطة جدا يعني قد معلقتين مثلا. بس خلاص كده تمام، بقى عندنا عجينة ممتازة. خلاص هي كده كويسة، هبتدي بقى دلوقتي افردها واقطعها عشان اقليها. عامة العجين كله اللي حتى اللي ما فيهوش خميرة لو بنسيبه يرتاح يعني ربع ساعة نص ساعة بيدينا نتيجة احسن. بس احنا هنشتغل فيه على طول دلوقتي. يعني بشجعكم كلكم تعملوها بصراحة، العجينة طلعت طعمها حلو جدا. البغاشة اللي باليانسون وحبة البركة دي جميلة. الرز عندنا خلاص كمان تقريبا استوى. تمام كده، نجيب بقى الاول نحط ده على النار الزيت. ونجيب البيتزا كاتر. ونقطع هنعمل شوية بس كده.
ناخدهم بقى نحطهم كده. هاخدهم انا بقى دلوقتي هقليهم، وبعد ما يتقلوا هيتنفخوا شويه كده، وبعدين هاخدهم هحطهم في الشربات على طول وهم سخنين. وهنطلعهم من الشربات على طول ونحطهم في الطبق. خلاص كفاية كده، بس تقليبة كده، ونروح مطلعينها على الطبق على طول. انا بقى هكمل بقية الكمية اللي عندنا، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ده شكل البغاشه اللي عملناها، لازم تجربوها، لازم تجربوها، طعمها تحفه، لذيذه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ودلوقتي عايزين بقى نغرف الرز بتاعنا زمان واستوى. ريحته بتشهي طبعا. كده نجيب بقى دلوقتي الشيش طاووق اللي عندنا عشان نحطه مع الرز. وزي ما قلت لكم الشيش طاووق ممكن تعملوه ببيض وبقسماط، او تعملوه ببيض ودقيق اللي يعجبكم. نعمله كده، نحط ايه بقى؟ انا عارفه نحط شيري توميتو، خلاص
خلاص مش هنحط حاجة، يعني هو شكله أصلا كده خلاص كفاية كده. لا خلاص دي كده كانوا الطبقين اللي عملناهم النهارده. عملنا 3 حاجات بس حطينا 2 على بعض فبقوا طبق واحد. عملنا الرز اللي بالبشر البرتقال والبسلة والجزر والجنجر، طعمه لطيف جدا، وحطينا فوقيه سياخ فراخ بس قليناها بدل ما نشويها. وزي ما قلنا في طريقتين للقلي، بيض وبقسماط او بيض ودقيق. النهارده احنا عملناها بالبيض والدقيق، وبرده نكهناها بماسترد وبودرة ثوم وبودرة بصل وكركم، لا مش كركم، بابريكا. وعملنا كمان البغاشة المنكهة باليانسون وبحبة البركة، لذيذة جدا جدا جدا. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة إن شاء الله. باي باي.